بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشرح ماكس بس بشكل توسعي اكتر وبطريقة جديدة هتعجبكم كويس جدا. هنا مثلا على سبيل المثال عندي مسلسل او اسم بيتكرر كذا مرة وبيحصل كذا دفع، ساعات الدفع بيتكرر. عايز اعرف اخر مرة مثلا شادي اسلام حسن دفع فيها كان امتى، ساعات الشيب بيكون طويل جدا والحاجة دي بتكون صعبة جدا، فانا بقى عايز اعرف اخر مسلسل عشان اقدر اعرف ساعتها الديت والدفع يعني التاريخ كان امتى والدفع كان امتى، فلازم اعرف اخر مسلسل. انا هقول لكم ازاي نعرف اخر مسلسل لشخص معين بشكل جديد، بشكل يعجبكم جدا وهتتعلموا ويفيدكم كويس. هنيجي هنا مثلا في الخانه ديت على سبيل المثال، هقول له هيساوي ماكس وافتح قوس اف وافتح قوس، اختار الخانه دي شيفت كنترول سهم لتحت F4 عشان يثبت لي الخانات ديت. لو الخانات ديت بتساوي ايه؟ بتساوي الخانة ديت 3F، ملهاش لازمة كل حاجة، بس أنا بثبت الكولوم مش أكتر. في الحالة ديت هتجيب لي الماكس بتاع ايه؟ بتاع المسلسل، هات لي أعلى قيمة بس في شرط إن يكون فيها نفس الايه؟ الرقم ده F4، تمام؟ عشان بس نثبت الخانات ديت قفلت الاف وقفلت الماكس. مش هدوس انتر، هدوس كنترول شيفت انتر، هدوس كنترول مع شيفت مع انتر، تمام. فكده عرفت ان اخر دفعه دفعه الكود دوت او شادي اسلام حسن هو المسلسل رقم 22. لو رحت مسلسل 22 هنلاقي شادي اسلام حسن، مش هتلاقي بعديه تاني شادي اسلام حسن. نفس النظام علي اسامه، المسلسل رقم 21 مش هتلاقي بعديه علي اسامه تاني. محمد محمود الرقم 16 مش هتلاقي بعد 16 محمد محمود تاني. يبقى كده عرفنا اخر مسلسل. طبعا عن طريق نقدر نعرف الفي لوك اب، نجيب قصدي اخر تاريخ، التاريخ بتاع الدفع ده كان يساوي ايه، ده عن طريق الكود في لوك اب المسلسل، تمام. التيبل اري حدد كل ده على سبيل المثال F4 عشان ده تيبل. عايز أني عمود بتاع التاريخ هنعد 1 2 3 4، يبقى رقم 4.0 عشان يطلع الناتج بالظبط، واقفل البوس ودوس انتر، تمام. هنا مرتين، ادي التاريخ بتاعتها اخر دفع هي تقريبا، بس اخلي رقم 4 ديت 5، العمود رقم 5، 1 2 3 4 5، الدفع هيكون رقم 5. بتساوي نفس المعادلة واغير الكولوم يكون رقم 5، تمام. كده احنا عرفنا نقدر نجيب اخر مرة دفع فيها الشخص، اخر مسلسل للشخص ده وتاريخه والدفع بتاعه كان امتى، تمام. طيب دلوقتي عايز اعرف اعلى قيمة، اعلى قيمة لكل شخص فيه. على سبيل المثال نفس الفكرة بالظبط، هتساوي قبل ما نخش على اعلى قيمه الاول نشوف هنا في الماكس لما عملنا الاسم كنترول مع شيفت مع انتر، ناخد بالنا ان هنا في الفورمولا بار ان قبل اللي يساوي وبعد القوس الاخير ظهرت القوس اللي هو بتاع اللغه العربيه ده، تمام. فديت لو ندوس كنترول مع شيفت مع انتر بيعمل لي المعادله كلها في ما بين القوسين دول. لو ما عملناش كده مش هتطلع لي النتيجه. طيب نيجي نعمل نفس الفكرة، أعلى قيمة هتساوي ماكس اف، تمام. في حالة ايه؟ هات ال ID، هات بتساوي ال ID ده، مش ايه لازم الحركة ديت، بثبت الكولوم فقط، تمام. هات لي أعلى قيمة دفع أو أعلى دفع، تمام. اللي من هنا هنا أربعة، هقفل القوس بتاع الإف، هقفل القوس بتاع الماكس، كنترول مع شيفت مع إنتر، تمام. آدي أعلى قيمة. طيب دلوقتي أعلى قيمة شادي إسلام حسن كانت 5651، تمام، ولعلي أسامة كانت 10,000 وهكذا. بس ناخد بالنا دلوقتي إن أنا لو حابب إن أنا أعرف التاريخ بتاع القيمة دي كان إمتى والمسلسل بتاعها امتى؟ طيب في حاجة مثلا نبص لعلي أسامة، هنا دفع 10,000 وعلي أسامة هنا دفع 10,000 وعلي أسامة
دفع 10 تاريخ، فهو كان في 3 حالات، طب هيجيب لي أنهي تاريخ فيهم؟ دي بقى بمزاجي أنا. أول مرة أهم حاجة إن أنا أعرف هي اتكررت كام مرة، يبقى تساوي count ifs أو count if، مش تفرق، count ifs. تمام، القيمة ديت هو بالأول حاجة سألني عن السيرتن رينج، المكان اللي هيدور فيه. تمام، في 4 كوما سيرتن بتساوي كام القيمة دي؟ اف 4، لا مش اف 4. احط شرط تاني ان لازم كمان يكون الاي دي نفس الاي دي، عشان بس ايه ما اقفل الكورس. انتر. كده جاب لي ان العمليه بتاعت اعلى قيمه بتاعت علي اسامه اتكررت 3 مرات، بتاعت محمد سيد او سامح سيد قصدي اتكررت مرتين، 201 201. طيب الاول نعمل هايلايت للخانه ديت، 10 تلاف بتاع علي اسامه برضو نفس الموضوع. المرة الثالثة اللي هي بتاعت علي أسامة. دلوقتي أنا عايز أجيب التاريخ، عايز أجيب المسلسل بتاعت القيمة ديت بتاعت آخر مرة مش بتاع أول مرة. تمام، طب دي هتيجي إزاي؟ ممكن نقول له سم إفس، نفتح القوس، هات لي التاريخ اللي موجود هنا. هو كده فاهم التاريخ على اساس ان هو رقم، اهو اي خليه فيها اي رقم هي رقم، يعني التاريخ ده رقم برضه. سم افس اللي هنا. تمام، بشرط سيرتن رينج الاسم اولا، تمام، يكون نفس الاسم، تمام، ويكون عملية التكرار دي هي نفس عملية عدد التكرار اللي موجود في الـ M15، هنا 4 6، هنا 13 10، 13 10 اللي هي دي، وعلى أساسه برضه هيحصل نفس الموضوع في المسلسل. لو أنا عايز أعرف بس كل حكاية ان انا السام رينج ديت اخليه المرة دي انا عايز المسلسل. رجع بس على المواد في الثانية، كل حاجة تمام الحمد لله. طيب في حاجة خالص، ولازم كمان كنا نزود نفس قيمة الدفع. هنزود الشرط الثالث اللي هو الدفع. انا بثبت الكولوم بس مش اكتر. يبقى
آخر مرة كان فيها 10,000 علي أسامة هي يوم 13/10، المسلسل رقم 21 بالفعل هي يوم 13/10. تمام، هنا على الرغم إن في كان في عمليتين دفع لسامح سيد، سامح سيد منهم مرة، آخر مرة كانت بتاريخ 11/10 اللي هي المسلسل رقم 20 أهي، ونفرض إن احنا نديها هايلايت مثلا لونه اللون ده، نشوف المرة الأولى منها كانت تاريخ كام. 12. تمام، دول حالتين، دول 3 حالات دفع لعلي أسامة، ودول حالتين دفع للسامح سيد. هو قدر يجيب لي الآخر مرة كان التاريخ بتاعها وأعلى قيمة بنفس القيمة ديت اتدفعت امتى اخر مرة. طب لو انا عايز اول مرة كنت اقدر اقوله بشرط ان يكون التكرار يكون اول مرة. لو عملت كده هنا جاب لي اول مرة لعلي اسامة، تمام، اللي هي في المسلسل رقم 2 وكان بتاريخ 5/9. تمام، ونفس النظام هنا بتاعت سامح سيد اللي كانت بتاريخ 25/9 للمسلسل رقم 12. بس انا مش عايز هتيجي عند اول مره. طب اقدر اعرف المره التانية مثلا هنا انا غير براحتي اقدر اعرف تاريخ مثلا 2، يبقى المره التانية كانت يوم 19/9 اهي، 19/9 مسلسل رقم 9. تمام، دي براحتي. شكرا.